لقد شهدت دولة الكويت في 1990 ميلادية مأساة العصر. الكويت تتعرض لأكبر عملية اجتياح عرفها التاريخ. أقدام النذل اللي سوف ديرتها لهذا يا عرب، الكويت الآمنة تغتصب. يا عرب، الكويت تناديكم، تستغيث بكم. الكويت تحترق، الجار ينتهك حكمة الدار. هيا يا عرب، الكويت تتعرض لأكبر عملية اجتياح عرفها التاريخ. إذا كان العدوان قد تمكن من احتلال أرضنا، فإنه لن يتمكن أبدا من احتلال عزيمتنا. تذكرين يا سيدي أبطال جنود دم الروم. نموت ونحيا الكويت.